المزيد من النقاش والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ طارق البرديسي الباحث في العلاقات الدولية. أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ طارق. يعني وجود مصر في بريكس يساهم بشكل كبير في توفير الاحتياجات التصنيعية ومدخلات الإنتاج من الدول الأعضاء بتسهيلات تساعد بشكل كبير أيضا في خفض الطلب على الدولار والعملة الصعبة. أستأذنك توضح لنا هذه النقطة بشكل أوفى. يعني تحياتي لحضرتك ولكل المتابعين. أتصور أن يعني انضمام مصر لهذه المجموعة وحرص المجموعة على تنضم لها الدولة المصرية تأكيد على المكانة التي تحتلها مصر من الناحية الجيوبوليتيكية ومن الناحية الاقتصادية. وأتصور أن هذا الانضمام يعيد بالخير على الأطراف، سواء كان مجموعة البريكس أو على الدولة المصرية، فيه تقليل على يعني هذه الوطأة، ووطأة الدولار تتيح منظومات أخرى، صيغ أخرى، تبادل بالعملات المحلية، الاستفادة من الإمكانات الداخلية وتلك المفردات لدول مجموعة البريكس، بالإضافة إلى حتى البريكس بلس ودول دول الجنوب. تصور أن هذه المكانة التي يعني احتلتها مصر ما كانت لتحدث لولا هذه الطفرة التي حققتها الدولة المصرية عبر العشر سنوات الفائتة وانتقالها من مربع الجمود والسكون. وكانت مصر تلك المحصورة المكتنزة الضيقة بسكانها الملتصقة في هذا الشريط الضيق إلى مصر صاحبة الرؤى والساحات والمساحات المقتحمة للصحاري داخليا وبناء العمران والنهضة في كل البقاع. نعم. وهذه المحافظات تطور تنموي كبير وملموس خلال السنوات الماضية بالفعل. ربما كان معي قبل قليل أستاذ طارق، كان معي المحلل السياسي دكتور سمير أيوب من موسكو، وسألته سؤالا أود أن أطرحه على حضرتك. ماذا يستفيد تجمع بريكس من انضمام مصر إليه، وماذا يعود بالنفع على مصر من هذا الانضمام إلى تجمع كبير وضخم ومفيد اقتصاديا بشكل كبير بهذا الحجم؟ يعني أتصور أن هذا التجمع يستفيد استفادة قصوى من انضمام مصر إليه، ذلك أن مصر هي موجودة في هذه البقعة الجغرافية العبقرية، وأتصور أنها أضحت يعني بوابة لمن يريد أن يدخل يلج هذه العمارة الإفريقية، عليه أن يدخل ويدلف عبر هذا البهو الفرعوني. أيضا دوائر عديدة بتتمتع بها الدولة المصرية، الدائرة العربية، الدائرة الإسلامية، الدائرة الإفريقية، الدائرة المتوسطية. فمن أراد أن يبني شراكات مع كافة هذه الدوائر وهذه المساحات والفرص وهذا العالم، مصر تمسك بنواصي العالم كله، يعني القارة الإفريقية والأوروبية والأسيوية. هذا الموقع وهذه القوة وذلك التماسك وهذه النهضة، نعم، كل ذلك تستفيد منه مجموعة البريكس. وأتصور أنه يعني هي حريصة، ليس هناك في عالم السياسة والاقتصاد مجاملات، وإنما هذا الحرص على دعوة مصر، ومصر تشارك في هذه القمة، تأكيد على الدور وعلى المكانة وعلى الفرص التي ستستفيدها كثيرا. طيب، من الدولة المصرية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يستعرض مجموعة من النقاط في هذه القمة أستاذ طارق، استسمحك تمدنا ببعض المعلومات عن هذه النقاط المنتظرة الاستماع إليها. أتصور أن فخامة الرئيس السيسي بالفعل كما تفضلت شارك يعني ويلقي العديد من النقاط والمحاور الرئيسة. سيتحدث يعني إصلاح الهيكل المالي وما قامت به مصر من تجارب. هو أيضا هو ليس صوت مصر فقط، وإنما هو صوت الدول النامية وصوت الشعوب العربية وصوت الدول الجنوب الإفريقية. أتصور أيضا أنه يعني هناك تأثيرات، هذه التأثيرات ليست إيجابية نتيجة هذه الأزمات والصراعات الدولية وهذه الحروب وهذه الجوائح الصحية والاقتصادية والسياسية. كل ذلك يؤثر على مسيرة الدول النامية وعلى مسيرة التنمية. أتصور أن كل هذا ستعرضه سيادة الرئيس. أيضا هناك يعني تلك التطورات المتلاحقة وسريعة جدا
في فيما يتعلق بتلك التطورات في الشرق الأوسط، أيضا ما تقوم به مصر من جهد جهيد مضني في سبيل الوصول إلى تحقيق التهدئة، في سبيل الوصول إلى إقرار الشرعية الدولية، حفظ السلم العالمي، كون الأمن الإقليمي في هذه المنطقة، التوصل لوقف إطلاق النار التام وحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. نعم، أي بالفعل أيضا من الملفات المطروحة، أيضا من الملفات المطروحة لا شك في ذلك، وأيضا يعني حوار وما تريده يعني الدول النامية من دعم وعدم، وأن تنفلت من هذه الربقة وهذا التحكم من الدول الغربية التي يعني أملت عليها شروطا كانت مكحفة من الناحية الاقتصادية، كان هناك تدخلا سافرا في شؤونها السياسية الداخلية، كل ذلك سيتم تلافيه وتفاديه من خلال هذا التجمع وهذه الصيغة، صيغة بريكس. أتصور أن المحاور عديدة، قد يتطرق أيضا سيادته إلى تغير المناخ، وكيف أن مصر يعني في كل أنشطتها العمرانية والتنموية لبت هذه الاشتراطات البيئية، وكانت دولة حضارية راعت كل هذه الاشتراطات البيئية والظروف الكونية وكل هذه الملفات التي يعني تم طرحها، وتعمل جاهدة طبعا للتحول للطاقة النظيفة. اسمح لي أسألك أستاذ طارق، ما هي أبرز التحديات التي من الممكن أن تواجه تجمع البريكس على الساحة الدولية؟ يعني أهم هذه التحديات هو العمل، عمل سواء كان التجمعات القديمة المسيطرة على عرقلة مثل هكذا تجمع، ذلك أن ذلك التجمع سيعيد التوازن إلى هذا العالم، العالم أصبح يعني ينظر بعين حولاء فيه ذلك عدم الاتزان والتوازن نتيجة سيطرة قطب واحد وتوجه واحد ونموذج واحد يراد فرضه سياسيا واقتصاديا وثقافيا على العالم كله، ولكن هذا الطرح الجديد، هذه الصيغة الجديدة، صيغة يسعى لتعددية قطبية، بالفعل تحاول أن تحقق ذلك التوازن، وأن يكون هناك بدائل، وأن يكون هناك تعدد القطبية، وأن يكون هناك نماذج جديدة مستحدثة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وعلى العالم أن يختار بدائل بدلا من الهيمنة الغربية، بدلا من هذا الاحتكار وهذه الهيمنة الغربية وهذه الصبغة التي يعني لا تنظر إلا لصالحها ولصالحها ومصالحها فقط، كانت تؤثر بشكل كبير وجذري على مصالح الدول النامية وعلى كل هذه يعني سواء كانت الدول الإفريقية العربية، كل العالم ودول الجنوب تعاني نتيجة هذه السياسات الغربية المكحفة، لأنه لا يوجد إلا هذا النموذج المسيطر، أما وأن هناك في هذه النماذج الصاعدة ستتيح مروحة كبيرة من الخيارات السياسية والاقتصادية والتمويلية والثقافية، أن العالم يعني أكثر رحابة، وهذه سنة التطور، وحتى يحدث ذلك الاتزان والتوازن لابد من وجود مثل هكذا صيغ. الدولة المصرية الآن وبفضل هذه السياسات الحكيمة في العشر سنوات الفائتة نفجت هذه العلاقات الدولية وشبكة المصالح الخارجية، وجعلت مصر يعني تتبوأ مكانة الدولة العظمى إقليميا بتأثيرها وتصفير مشاكل ملفاتها مع كل وبما لديها من ثقل سياسي في المنطقة بكل تأكيد. أستاذ طارق، اسمح لي أخيرا أسأل حضرتك عن المزايا التفضيلية التي تتيحها اتفاقيات التعاون داخل هذا التجمع. مزايا التفضيلية تتيح أولا التعامل، بدلا من هيمنة الدولار تتيح التبادل بالعملات المحلية سواء كان بالروبية الهندية، الروبل الروسي، الإيوان الصيني، الجنيه المصري، فبدلا من سطوة وطغيان الدولار ستكون هذه العملات المحلية سبيلا وصيغة ومتنفسا. أيضا ستتيح هذه الصيغة الشراكة على قدم المساواة وعدم الافتئات على حقوق الدول الأقل أو أضعف من الناحية الاقتصادية والسياسية، هذه التأثيرات السياسية وذلك التدخل لن يكون موجودا في ذلك التجمع، سيكون الكل يعني win-win situation، الكل رابح في هذه المعادلة، وهذه
يعني هذه هي الميزة التي تطرحها مثل هكذا، يعني صيغ جديدة مختلفة. أيضا التعرف على الفرص الاستثمارية والبينية ما بين هذه المجموعة. أيضا يعني هناك دول الجنوب وتعامل فيما يسمى بالبريكس بلس، وتعامل وتجمع هذه المنظمات وتلك الدول مع ذلك التجمع يتيح الفرص للتعرف على أين هي الموارد، أين هي الفرص، وأين الإمكانات، وكيف يمكن الاستفادة. وهي كثيرة في الجنوب بالمناسبة، يعني بالفعل هي موجودة، وهي هي هي سلة المستقبل، وهي مستقبل هذا العالم بالموارد الكثيرة واللا محدودة. وأيضا هذه الطاقات وهذه القوة العسكرية في روسيا، وهذه القوة الجبارة الاقتصادية في الصين، وهذه الفرص الواعدة في وهذه النهضة العلمية والتعليمية في الهند، كل ذلك سيحقق وسيجعل هناك فرص للتعاون وصيغ للشراكة حتى تستفيد كل الأطراف. أتصور أن هذا يعني تجمع البريكس هو صيغة مثلى لفكرة العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف الذي يقف فيه الجميع، التعاون المشترك وتبادل المصالح. نعم عمل متعدد الأطراف والكل فيه يكون مستفيدا ولا يكون فيه إجحافا ولا يكون فيه يعني انتقاصا أو استئاسا على حقوق الدول الأضعف اقتصاديا. صحيح. وتصور أن الدولة المصرية يعني الكل بات يلهث وراء إقامة موطئ قدم باستثمارات وتعاون وتنسيق وشراكات في أقدم دولة مركزية في التاريخ. أتصور أن مصر يعني بتستعيد بخطى ثابتة هذه الأمجاد برؤيتها الثاقبة والاستراتيجية التي تبغي هذا الخير والتعاون والتشبث بكل صيغ التعاون ودعم هذه الآليات. الشراكات الاقتصادية التي تريد السلام والأمل والتنمية لشعوب العالم. اسمح لي أوجه لحضرتك تحية يعني كبيرة وأشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، الأستاذ طارق البرديسي الباحث في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لحضرتك.